ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكون كل حاجه بخير وعلى العال وميت فل و14. مش هنبعد عن الكلام اللي كنت بتكلم فيه مع زملائي الاعزاء، الا وهو العدوان الصهيوني على قطاع غزه فلسطين. اظن تقريبا احنا 193 يوم لو انا حاسب بالمظبوط يعني، لكن في ال 193 يوم دول لازم نبص على كشف حساب محدد. مش هكلمك على الجهود المصريه، يعني دي هنتكلم فيها دايما، امبارح اول امبارح من شهر واثنين وثلاثة وما إلى ذلك، وهنستمر في الحديث عن الجهود المصرية، مش هقولك حتى بعد انجلاء هذه الأزمة، ولكن لحين بإذن الله يا رب في أعمارنا وفي حياتنا جميعا نحن نشهد قيام الدولة الفلسطينية طبقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وطرحه الواضح أمام المجتمع الدولي. لكن أنا عايز أكلمك على كشف حساب متعلق بالأزمات. خد بالك من يوم 7 اكتوبر لحد دلوقتي. هتقول لي انهي هي ازمات؟ هل هي الازمه المتعلقه بالعدوان؟ اقول لك لا، هو العدوان هو عدوان، مش ما هوش مجرد ازمه يعني راهنه يمر بيها الاقليم او تمر بيها الاراضي الفلسطينيه، لكن في ازمات في النص طول الوقت بتحصل، ويمكن تكون هذه الازمات في بعضها مختلق، في بعضها ممكن تبقى وليده احداث. لكن لو جيت شفت الازمات اللي متعلقه تحديدا بهذا العدوان، فهتلاقي انه عندنا ازمه يمكن الاخيره، وهي المتعلقه بالازمه الايرانيه الاسرائيليه لو صح التعبير. الهجوم او العمليه اللي نفذتها اسرائيل تجاه القنصليه الايرانيه في سوريا، ثم الرد الايراني على هذا الهجوم تجاه الكيان الصهيوني المحتل بمجموعه من المسيرات اللي ضربت مجموعه من الاهداف هناك في دوله الاحتلال. طيب يجي هنا بقى سؤال مهم جدا، مين اللي ممكن يكون مستفيد من وراء يمكن الازمه الاخيره او الموقف الاخير؟ طبعا المستفيد الاول والرئيسي في الحاله اللي زي كده هو الكيان الصهيوني المحتل للاراضي العربيه. في أطراف أخرى ممكن تبقى مستفيدة، ولكن ما هيش شريك في خلق هذه الأزمة. هل الحكومة، إذا صح تعبير حكومة الحرب اللي موجودة في الكيان الصهيوني، هي متعمدة تروح تضرب القنصلية الإيرانية أو ولا لا؟ ده سؤال لازم يطرح ولازم نفكر فيه. ما هو احنا هنا بنتكلم على عدوان. طيب هذا العدوان الأول كان بيلقى جزء منه ترحيب للأسف الشديد من المجتمع الدولي من أوروبا ومن الأمريكان، ثم بعد ذلك أصبح بيلقى صمت، خد بالك التطور، ثم بعد ذلك أصبح بيلقى شجب وتنديد، وفي تفكير لدى بعض الحكومات لاتخاذ شيء من الإجراءات، غير جلسات مجلس الأمن الكتير، غير تصريحات واشنطن تحديدا في البيت الأبيض، ما بين أحيانا أنه صمت، أحيانا أنه طيب احنا لازم ناخد إجراء، يعني في عندهم تصريحات تبدو في بعض الأحوال متضاربة، وساعات بتلاقي تضاربات ما بين تصريحات واشنطن البيت الأبيض تحديدا وتصريحات البنتاغون. لكن بالتأكيد أن بنيامين نتنياهو وحكومته، وهي الحكومة الأكثر تطرفا وتعنتا وتشددا وإرهابا في تاريخ هذه الدولة منذ قيامها سنة 48 لحد دلوقتي، هذا كلام لا يقبل أي شك ولا أي تأويل ولا تصح حتى مناقشته، لأنه أصبح موجود وكأنه قاعدة من القواعد العلمية. الناس دي ما جاش في إجرامهم قبل كده. طيب هل الناس دي من مصلحتها إطالة أمد الحرب قدر الاستطاعة؟ طبعا مفيش خلاف. فلو أنه جينا بصينا على الضربة اللي توجهت للقنصلية الإيرانية، لازم هنا تقعد تفكر، لأنه هو واقف في موقف يبدو استاجننت، يبدو راكد على الأراضي الفلسطينية، يبدو ذلك، هو بيعمل ضربات، المقاومة بترد من الناحية التانية إلى آخره، واقف عند الحتة بتاعت رفح وطول الوقت عاوز يهدد باجتياح رفح، لكنه الآن متردد، خايف من الآخر، خايف من مصر. طيب يبقى مصر عمليا هي اللي موقفة اجتياح رفح حتى هذه اللحظة، مصر عمليا هي اللي قلبت الموقف الدولي من حالة التأييد لإسرائيل وصولا إلى اللي احنا واقفين فيه، حالة الشجب والتنديد والاعتراف بأنه بيقوموا بعمليات إبادة جماعية، وأنه هم في موقف غير متوازن، وأنه هناك كلب مكيالين في التعامل مع إسرائيل، خاصة في ظل الموقف الخاص بالعدوان من يوم 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. يبقى مصر مسؤولة عن تغيير وجهة النظر الدولية بخصوص القضية الفلسطينية، ده طبعا. مش هقول لك بس انه هي مصر واحده من اكبر الشركاء في مساله عمليه السلام، لا، انا بقول لك اهو مصر هي المسؤول الاول والرئيسي
عن تغيير وجهة النظر الدولية. طيب يحصل القصة بتاعت إيران إسرائيل، فتصبح مصر هنا مش هقولك واقعة بين شقي الراحة إطلاقا، مصر مش واقعة بين شقي الراحة، مصر هي الطرف النزيه الوحيد، مش هقولك الأكثر نزاهة، النزيه الوحيد اللي مستعد إنه يشتغل على توفيق وجهات نظر أو تهدئة أوضاع ما بين الطرفين، ما بين طهران وما بين تل أبيب. طيب هل مجلس الحرب الإسرائيلي المنعقد بصفة دائمة في إسرائيل دلوقتي واللي بيهدد بأنه قد نقوم بضربات للرد أو ضربات تجاه الأهداف النووية اللي موجودة في إيران وما إلى، أنا بقول لك ده طق حنك، طق حنك، ما يقدرش، لأنه إسرائيل عارفة كويس إنها لو أقدمت على هذه الخطوة إيران مش هتسكت، فهتقدم على خطوات لو صح التعبير أكثر جدية تجاه تل أبيب. العملية بتاعت الدرون دي حاجة في البسيط، حفظ ماء الوجه، رد شرف كده زي ما بيتقال، انت ضربت القنصلية وانا طلعت الدرونز والحد كده خلاويص، وهم قالوا احنا بلغنا الامريكان والامريكان قالوا ايوه احنا تبلغنا، وكل حاجة بقى تمام، كل الأوراق متستفة قدام المجتمع الدولي. عشان كده انا بقول لك المجتمع الدولي ليس بالنزاهة التي يتصورها البعض او كيفما يحاول البعض انه يصور لنا، الطرف النزيه الوحيد في هذا المجتمع الدولي كله هي القاهرة، الوحيد اللي مش عايز اي حاجة على الاطلاق تصب في مصلحته المباشرة، لانه مصلحته الحقيقية ان المنطقة تهدأ، بس مصر مش عايزة حاجة غير هدوء هذا الاقليم فقط، لأسباب الأمن القومي، للأسباب الاقتصادية، للأسباب السياسية، للأسباب الإنسانية، لكل الأسباب اللي ممكن تيجي على بالك، مصر مش عايزة غير كده، لا عايزة حاجة من دول ولا عايزة حاجة من دول، عايزة الدنيا تهدى. ليه؟ لأن أنا عايزة فوق، أنا كمان أنا كبلد عايزة فوق بقى، عايزة أقول لك كده، عايزة التفت لمذاكرتي، عايزة التفت لأكل عيشي، أنا عايزة التفت لكل الملفات الخاصة بيا أنا كدولة، بعيدا عن كل هذا الصداع الإقليمي المستمر. طيب هل هذا الصداع يؤرق القاهرة؟ لا، هو أكتر عاصمة تؤرقها هذه الصداعات هي القاهرة، لأنها كلها بتصب عند القاهرة في النهاية. أنت شفت حجم الاتصالات، حجم الزيارات اللي جت للقاهرة من زعماء العالم وقادته ورؤساء وزارات وملوكه وأمراءه للقاهرة لمقابلة الرئيس السيسي للتباحث. فلازم الوضع الإيراني الإسرائيلي ده يهدى، لازم، وإلا هتتجر المنطقة لنفق مظلم لا نهاية له على الإطلاق ولسنين جاية، ما هياش بقى شهر واثنين وثلاثة، انت بتتكلم في سنين. لو جيت بصيت على الخريطة، دي فلسطين ودي إيران، الخط ده كله يشتعل. لما تيجي تشوف العواصم الخليجية في تصريحاتها، احنا قلقانين من انه يحصل حاجة، لانه ده بالطبع هيؤثر علينا بشكل مباشر، هيؤثر على الخليج طبعا بشكل مباشر، ده مما لا شك فيه طبعا. انت بتتكلم هنا ان دول على خط النار، دول على الحدود بينهم وبين ايران الخليج العربي، وبالتالي اطلاق النار المتبادل اللي لا قدر الله اذا حصل هيضر الخليج كله. هل حد عايز كده اطلاقا؟ طيب هتلاقي ان النهارده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما بقول لك طول الوقت شغل، طول الوقت شغل فيما هو متعلق بالإقليم زي ما هو متعلق بالملفات الداخلية. فهتلاقي النهارده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية بيبحثوا هذا الوضع أو قل الأوضاع الإقليمية، تطورات هذه المواجهة، يمكن هقول الراهنة وربنا يستر المرتقبة، ما بين إسرائيل وما بين إيران. وفي المركز قضيتنا المركزية بقى هي قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة، لأن احنا بنتكلم على مصير هذه الحرب، مصير هذا العدوان، مصير الوصول إلى حلول في غزة أو حلول لأجل حل الدولتين بعد 193 يوم من الإبادة الجماعية المطلقة، كيفما يطلق عليها في خمس مصطلحات معروف. يعني لو جيت تبص تقول يعني مفهوم الإبادة الجماعية، هتلاقي خمس مصطلحات أو بالأدق خمس تعريفات ومهمش بعاد عن بعض. هتلاقي في المصطلح المتعارف عليه في السياسة أو أدبيات السياسة البريطانية، وهتلاقي مصطلح تاني قريب جدا متعارف عليه طبقا لمقررات الأمم المتحدة، أو زي ما بيقولك كده الشرعية الدولية، كيفما ترى هذه الشرعية الدولية. هناك أكتر من مصطلح أو أكتر من تعريف لكلمة إبادة، بس الخمس تعريفات
بينطبقوا على اللي بتعمله إسرائيل في الفلسطينيين. خليني هنا أخد معانا دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك يا دكتور جمال. أهلا أستاذ، أهلا أهلا أهلا. إزاي الصحة يا فندم؟ يا رب تكون كل حاجة بخير. أهلا بالمشاهدين. دكتور جمال، يعني كيف ترى هذا المشهد الراهن خاصة بعد الوضع الأخير ما بين إيران وما بين إسرائيل؟ يعني طبعا بداية الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من أن الصراع سوف يتوسع أو يتسع، وهذا بالفعل في الشهر الأول من أكتوبر في العام الماضي، وبالتالي يعني تحدث عن أنه يعني حذر من اتساع رقعة الصراع، وهذا ما نشهده الآن. نحن نتحدث عن اتساع رقعة الصراع ليس فقط بين إسرائيل وبين فلسطين، لكننا نتحدث دخل على 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 الخط اليمن والعراق ولبنان وسوريا، ثم بعد ذلك في الأسبوع الماضي أو بالأمس الأول نجد إيران دخلت على الخط، فبالتالي نحن أمام رقعة متسعة تنذر بحرب إقليمية، ولا سيما بأن إسرائيل بتتوعد بالرد على إيران. فبالتالي ما لم يكن هناك يعني وقف لهذا التصعيد، وبالتالي وهذا ما تحرص عليه مصر، يعني وزير الخارجية اتصل بوزيري خارجية إسرائيل ووزير خارجية إيران بعد الهجوم الإيراني على فلسطين المحتلة، وبالتالي يعني تحذر من ضرورة ضبط النفس وضرورة يعني عدم الإنجرار إلى توسيع الصراع يعني بين إيران وبين العدو الصهيوني. فبالتالي أنا أعتقد طبعا يعني أننا أمام يعني بوادر لحرب إقليمية متسعة، ولا سيما نحن أمام عدو، هذا العدو يعني لا يقنع بما سلب. فبالتالي أنا أعتقد بدء ذلك نجد أن الدور المصري أو حرص مصر ليس فقط من قبيل أن القضية الفلسطينية هي قضية تاريخية بالنسبة لمصر، لا هي قضية أمن قومي طبعا بالنسبة لمصر. طيب هنا دكتور جمال خليني هطرح سؤال، وقد يكون هذا السؤال أيضا عنوان، هل هناك تعمد لتطويق مصر بالمشكلات؟ هل هناك محاولة بشكل أو بآخر لجر مصر إلى عتبات حرب؟ يعني العلاقات في إطار العلاقات الدولية، العلاقات الدولية هي يعني بتعمد إلى، ما فيش حاجة اسمها صديق أو معاهدة سلام أو معاهدة تسوية، كل هذا بالفعل يعني غير وارد في العلاقات الدولية. العلاقات الدولية هي محاولة إضعاف الآخر، حتى وإن كان هذا الآخر هو بتعتبره أو بتعتقد أنه صديق، أو أننا يعني أبرمنا معه إطار اتفاقية تسوية. هل إسرائيل لا تعمد إلى سباق التسلح؟ نحن أمام دولة لديها يعني على التقديرات تتحدث عن أن لديها 200 رأس نووي، فبالتالي يعني في إطار سباق، نحن أمام دولة تعمل إلى تحالفات سواء مع الولايات المتحدة أو مع دول من الاتحاد الأوروبي، وهي محتضنة كذلك من هذه الدول. مصر يعني دعني أقول لك أن بالرغم من اتفاقية التسوية بين مصر وبين الكيان الصهيوني، مصر لم تخرج من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي، مصر طبعا في قلب الصراع العربي طبعا الإسرائيلي. هناك فرق بين الحرب وبين الصراع، الحرب هي مجرد أداة من أدوات الصراع، لكن الصراع له أدوات عدة من ضمنها الحرب الباردة والتنافس على اكتساب مناطق نفوذ وسباقات التسلح، كل هذه أدوات من أدوات الصراع. فبالتالي يعني إذا كانت هذه الاتفاقية أنهت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، لكنها لم تنهي حالة الصراع. طيب، ومع التهديد الإسرائيلي باجتياح رفح أو بترحيل أهالي رفح إلى مصر هي دليل على ذلك أننا في دائرة الصراع. طيب هنا برضو عايز أفكر مع حضرتك يا دكتور بصوت عالي، هل التهديدات الإسرائيلية المتعلقة باستهداف قواعد أو منشآت نووية إيرانية وما إلى ذلك، هل ده من الممكن أن يلقى قبول من الولايات المتحدة الأمريكية، علما أنه يعني في رأيي المتواضع جدا هي أمريكا داعم سياسي رئيسي للبرنامج النووي الإيراني؟ يعني أنا لا أعتقد أن أمريكا ليست داعما رئيسيا للبرنامج النووي الإيراني، لكن يعني أعتقد طبعا أن
يعني الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تلجم إسرائيل بشأن استهداف المنشآت النووية يمكن، لكن أنا أعتقد طبعا أن الرد الإسرائيلي سوف يكون ردا موجعا بالنسبة لإيران، رد يعني مباشر ولا رد عند الوكلاء، لكن ليس لاستهداف منشآت نووية بالنسبة لإيران. طيب هذا الرد الموجع ردا مباشرا داخل الأراضي الإيرانية ولا رد على إيران عن طريق الوكلاء؟ يعني يتم استهداف حزب الله، يتم استهداف مواقع سورية، يتم استهداف مجموعة عبد الملك الحوثي في اليمن إلى آخره. يعني يمكن كل الخيارات مفتوحة أمام إسرائيل. نحن أمام معدول، يعني المتحدث باسم الوزارة الإسرائيلية يعني صرح بذلك وقال أننا يعني كل الخيارات مفتوحة بالنسبة له، وبالتالي أنا أعتقد طبعا سوف يكون ردا في داخل العمق الإيراني. لا تنسى أن إسرائيل طالما استهدفت المنشآت الإيرانية واستهدفت بعض العلماء الإيرانيين في الشهور الماضية وناهيك عن قادة الحرس الثوري الإيراني، فبالتالي أنا أعتقد طبعا يعني أن إسرائيل لديها الإمكانية. دعني أقول لك أيضا يعني برغم أن البعض كان بيتحدث عن تمثيلية أو مسرحية إيرانية، أنا لا أعتبرها تمثيلية أو مسرحية، أنا أعتبر أن إيران أيضا كانت حذرة وكانت مترددة في استخدام يعني كل ما لديها من أدوات لإصابة العمق الصهيوني. إيران التقديرات العسكرية بتتحدث عن أن لديها صواريخ باليستية قدراتها أكثر من 3000 كيلو متر مربع وكيلو متر، يعني تستطيع أن تحمل رؤوسا نووية. فبالتالي أنا أعتقد طبعا أن إيران، لكن إذا استخدمت إسرائيل وإذا يعني لا إيران تريد حربا موسعة ولا إسرائيل أيضا تريد حربا موسعة، لأن هذا يعني سوف يتصادم مع رأي أو رغبة الولايات المتحدة التي بالفعل يعني تريد الحفاظ على مصالحها في المنطقة. طيب ده هنا هيرجعني على موقف القاهرة من هذا الشد والجزم ما بين طهران وتل أبيب. بالطبع ده بيؤثر على الأمن بالنسبة لمصر. يعني إيران يعني إذا تم هناك يعني إيران كانت بتهدد بعض الدول التي سوف يعني تفتح مجالها بالنسبة لإسرائيل، ومن ضمنها بعض الدول الخليجية، ومصر معنية بأمن الخليج بصفة طبعاً أساسية، وهذا ما صرحت مصر به كثيرا. فبالتالي أنا أعتقد طبعا يعني أن مصر يعني يمكن أن تبذل جهدا في هذا المجال بما لها من علاقات بين إيران، ويعني هذه العلاقات وإن كانت لم يعني تصل بعد إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية، لكن يعني حدث بالفعل كان هناك اتصالا من وزير الخارجية صحيح سامح شكري مع نظيره الإيراني، ثم بعد ذلك أيضا اتصالا مع وزير الخارجية الصهيوني في ذلك الأمر. فبالتالي أنا أعتقد طبعا يعني أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما يحدث، وبالتالي أيضا سوف يعني تستخدم أيضا جهودها عبر دول أكثر تأثيرا على الطرفين سواء دول الاتحاد الأوروبي أو دول الخليجية. طيب ده هياخدني على لقاء اليوم ما بين فخامة الرئيس وما بين رئيس الاستخبارات الروسية. هل تعتقد أنه من الوارد أن الروس يلعبوا دور لخلق تهدئة ما بين طهران وما بين تل أبيب؟ روسيا لديها علاقات بين الطرفين، وبالتالي روسيا أيضا هي أكثر انحيازا لإيران، وهناك تعاون بين روسيا وبين إيران. لا تنسى أن المسيرات التي تستخدمها روسيا في حربها مع إيرانية الصومعة هي مسيرات إيرانية، وروسيا يمكن أن تعطل أي قرارات في الأمم المتحدة تدين إيران في هذا الصدد. أعتقد طبعا يعني أن العالم يعني لا يريد حربا إقليمية في منطقة. لا تنسى أن الحروب العالمية أو الحرب العالمية سواء الأولى أو الثانية هي بدأت حروبا إقليمية. طبعا نحن لا نتحدث بأن نقول أننا هذه مقدمة لحرب عالمية ثالثة، لا طبعا يعني
فكرة الحرب العالمية الثالثة هي أصبحت فكرة خيالية، لن يكون هناك حرب عالمية ثالثة، وإلا كانت يعني نشبت إبان الغزو أو الهجمات أو العملية العسكرية ضد أوكرانيا، وبالتالي وهي عملية يعني معضبة، أو على الأقل شكل الحرب العالمية يختلف عن الحربين الأولى والثانية. يعني مسألة الثالثة دي شكل مختلف تماما، لن يكون هناك تورطا مباشرا من القوى الكبرى أو صداما مباشرا من القوى الكبرى، هناك مساعدة وهناك دعم وهناك تعطيل فقط. طبعا طبعا. انا بشكرك جدا دكتور جمال، كل الشكر دكتور جمال سلامه استاذ العلوم السياسيه. انا من انصار انه الوضع الحالي في العالم هو حرب عالميه ثالثه، هو حرب عالميه ثالثه طبعا، لانه لو احنا مش شايفين المشهد بتاع الازمه الروسيه او الحرب الروسيه الاوكرانيه او الاوكرانيه الروسيه، شوف انت بتحب تسميها ازاي، لو احنا مش شايفينها على انها حرب عالميه، انت بتتكلم على حرب ما بين اكبر قطبين عسكريين في العالم وكل واحد معاه اصدقائه. في بعض الدول اثرت السلامه ابتعدت وقالت احنا ملناش دعوة بهذه التجاذبات، ده على سبيل المثال. لما تيجي تشوف ان التوتر اللي ما بين الصين وامريكا على تايوان، هذا التوتر هو شكل من اشكال الحرب العالمية الثالثة. انت بتتكلم هنا على اكبر قطبين اقتصاديين، وبنتكلم على الصين كقوة عسكرية ضخمة ايضا، احنا مش بنتكلم على انها قوة اقتصادية هي نمرة 2 على العالم اقتصاد، بس هي اظنها نمرة 3 على العالم في القوة العسكرية، اظن ذلك عشان ما حدش بس ياخد عليها الجملة، يعني انا اظن ذلك. فاللي عايز اقوله لك انه ما يحدث في تايوان هو شكل مشكلة الحرب العالمية الثالثة، ما يحدث ما بين روسيا واوكرانيا هو شكل مشكلة الحرب العالمية الثالثة، ما يحدث في الشرق الاوسط هو شكل من اشكال الحرب العالمية الثالثة، بل انك سوف تجد ما يحدث في امريكا اللاتينية، مش عارف اذا كنتم متابعين ما يحدث هناك ولا لا، هو شكل من اشكال التجاذبات على حرب عالمية ثالثة ايضا، وصراعات على الدول المنتجة للنفط والغاز وما الى ذلك، ودي عايزة تستقل ودي بتقول لا احنا هنحتلها وحواديت. اذا تاني لما تيجي تشوف حتى اللي بيحصل في منطقة وسط إفريقيا فيصل شرق إفريقيا بغرب إفريقيا، هو برضو تجاذبات ما بين قوى دولية، في بعض الأحوال قوى إقليمية، فهو برضو شكل من أشكال الحرب العالمية الثالثة. العالم بعد 1945 على ما يبدو تم اتخاذ أو عمل اتفاقات ضمنية إنه معسكرين كبار بحروب مباشرة في نيتو ما بقاش فيه خلاويص، احنا لما هنختلف هنحارب بعض بس بطريقة تانية، جزء منها هي مسألة الحرب بالوكالة، جزء أو شكل منها حرب بالوكالة، شكل منها هي الحروب الاقتصادية، شكل منها هي حروب الثقافة والهوية، شكل منها هي الحروب المتعلقة بالشائعات وما إلى ذلك. طالما إنه في سباقات للتسليح يبقى في حرب. فاصل ونكمل الكلام. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ كله تمام يا رب تكون كل حاجه بخير وعلى العال وميت فل و14. ممكن نطرح مع بعض سؤال، هل يا ترى انا بس بعد الاوراق بتاعتي انا حب النظام، هل يا ترى مصر معتمده فقط على الاستثمارات الاجنبيه المباشره، او بالمناسبه اللي هي مهمه جدا 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 لنمو الاقتصاد المصري وتحديثه وتوطين التكنولوجيا والصناعات المعقده فيه والصناعات المتطوره ايضا، ولا لا؟ اقول لك هي مهمه، بس هل هي معتمده على ده بس، ولا انه مثلا يقول لك اصل مصر معتمده على اتفاقات كبرى زي راس الحكمه وممكن حاجات تيجي بعدها حاجات تيجي مع يعني الى اخره؟ لا، مصر مش معتمده بس على كده، مصر معتمده على انها بتعمل اعاده هيكله او اصلاح هيكلي في الاقتصاد المصري بالكامل. مصر بتشتغل على زياده ايراداتها الذاتيه كمان، ومن حاجات كتير من ضمنها الصادرات السلعيه والصادرات الزراعيه بتاعتنا. يعني لازم نحط أرقام. أنا مثلا في الربع الأولاني من 2023 صدرت بكام؟ وفي الربع المماثل لي من 2024 صدرت بكام؟ أنا بكلمك هنا على الصادرات السلعية. أنا أقولك أنا عندي فرق تقريبا حوالي 300 مليون دولار إيجابي، يعني أنا السنة دي صدرت ب 9 مليار 612 مليون دولار في أول ربع. كام؟ 9 مليار 612. السنة اللي قبلها كانوا 9 مليار تقريبا 312، فأنا حققت فرق زيادة
300 مليون دولار. يا رب نيجي على اخر السنه نبقى محققين اكتر من كده، يعني نلاقي نفسنا محققين مش بقى مليار و200، يا رب يبقوا مليار ونص 2 مليار، مين عارف. طيب خليني افهم ايه السر وراء هذا الموضوع ونفهم اكتر من مهندس عصام النجار رئيس الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا استاذ يوسف، عامل ايه؟ ازاي الصحه وحضرتك بالصحه والسلامه والف مليون مبروك برضو، يعني الحمد لله سبحانه وتعالى الايراد الربع ده احسن من الربع اللي فات، احسن من الربع بتاع 2023 الربع المماثل. الحمد لله، وانا كنت مع سيادتك في شهر يناير اللي فات. صحيح. سيادتك اوعدك ان احنا ايوه ان شاء الله كدوله مصريه صادراتنا تزيد، فاحنا طبعا الربع ده احنا بنقيس كل ربع بربعه. ايوه. قسنا الربع اللي في 23 اللي هو الفتره من يناير لمارس للفتره من يناير لمارس 24. صحيح. والنهارده كان في اجتماع مع دوله رئيس الوزراء لمناقشه هذه الارقام والتاكيد على ان لازم الصادرات المصريه تزيد السنه دي من 15 ل 20%. حلو قوي، الحمد لله. وعشان كده كان في تكليف للمجالس التصديريه النهارده لوضع رؤيه محدده واهداف محدده ليها للزياده 15 ل 20%، واجتماع مع دوله رئيس الوزراء تاني خلال اسبوعين لمناقشه التحديات اللي هذه المجالس المطلوبه من الحكومه المصريه تذللها ليهم للزياده الصادرات المصريه. طب ده كلام عظيم جدا. طب هنا اول سؤال يا فندم، احنا حجم الصادرات بتاعنا زاد كما وسعرا ولا سعرا بس؟ يعني حجم الفلوس اللي زاد ولا حجم الفلوس زائد اطنان الصادرات؟ بص يا فندم، هي المشكله كلها في الاسعار العالميه. هات سيادتك مثل واضح وصريح، الصناعات الكيميائيه. الصناعات الكيميائيه كاطنان زادت ككميه، زادت حوالي 2.5%. كويس. ولكنها هبط اسعارها في السوق العالمي، وبالتالي هي بتوع الصناعات الكيميائيه كتصدير كقيمه قلت. اوكي. ماشي. فبالتالي احنا كل قطاع يقدم ليه حاجه رؤيه مخصصه، يعني حاجه خاصه بتاعته. في بعض القطاعات بتزيد، في قطاعات اوزانها بتزيد بس سعرها بيقل. فبالتالي احنا بندرس كل قطاع على حده، ما نقدرش نقول الموضوع في الصادرات المصريه. وده وزاره التجاره والصناعه يمكن دائما وابدا في تواصل تام مع المجالس التصديريه بهذا الموضوع. أيوة. دراسه الاسواق ودراسه فتح اسواق جديده مع التمثيل التجاري. التمثيل التجاري بيعمل دور مهم جدا خلال الفتره الماضيه، فتح اسواق جديده، هيئه المعارض بتعمل المعارض عشان تجمع الناس عشان تفتح الموضوع. يمكن توجيه دوله الوزراء النهارده لابد من فتح اسواق جديده للصادرات المصريه عشان نقدر نزود من 15 ل 20. لازم نشوف منتجات تقدر تساهم في هذه الزياده وفي نفس الوقت اسواق جديده لهذه الصادرات. طيب ايه في راي حضرتك يا باشمهندس عصام ابرز التحديات قدام صادراتنا؟ ابرز التحديات هي المنافسه. لازم تكون جوده، الحمد لله الفتره اللي فاتت الصادرات المصريه اثبتت كفاءتها وجودتها بنسبه عاليه جدا. هدي سيادتك مثل صغير في الصناعات الهندسيه. الصناعات الهندسيه ماشيه بخطه ثابته، يمكن السنه اللي فاتت الصناعات الهندسيه زايده بنسبه 12%، في الربع دوت الصناعات الهندسيه زادت بنسبه 26.8%. ما شاء الله. المية. الحمد لله. يعني الصناعات الغذائيه زياده المره دي 23%. احنا بنتكلم في يعني في عندي سبع قطاعات من 13 مجالس القطاع التصديري زايدين بنسبه 15 20%. طيب يمكن انا اتذكر انه فخامه الريس كان حاطط زي رقم، قال يا جماعه انا عايز اشوف الصادرات المصريه 100 مليار خلال 3 سنين، واعتقد انه هذا الرقم زاد برضو ايضا. يعني الرئيس حط حد تاني اعلى من كده اظن ويوصل لحوالي 120. بس الرئيس قال حاجه مهمه جدا في واحد من اجتماعاته في نهايه عام 23، قال احنا عايزين المكون المحلي نسبته تبقى اعلى عشان اقدر احسب بالظبط حجم صادراتي من المنتج المصري عامله ازاي. اللي هو يا فندم التوجيه لدوله رئيس الوزراء وسيد وزير التجاره والصناعه، وهو تعميق المنتج المحلي دائما وابدا. لازم مفيش دوله هتمنع الاستيراد، بس تقليل الواردات بتوطين صناعه مصريه. انا ما اقدرش اقول انا هستورد سلعه ب$9 واصدرها ب$10، دي مش نسبه الصادرات. عشان كده دوله رئيس الوزراء النهارده وسيد وزير التجاره والصناعه بياكدوا على تعميق الصناعه في جميع الصناعات وكل الصناعات. ممكن السنه اللي فاتت كانت ازمه، احنا خلقنا منها فرصه كويسه جدا، في صناعات كثيره جدا وطنت صناعتها وبدات تنتج مستلزمات انتاج لصناعات الاخرى بجوده عاليه جدا.
طيب ده شيء عظيم يا رب، اللهم بارك، ألف مبروك مرة تانية، وإن شاء الله في الحساب الختامي بتاع آخر السنة نبقى أعلى من كده كتير بأمر الله إن شاء الله. إن شاء الله أشكرك جدا يا فندم، كل الشكر للمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. هنا لازم نحكي حكاية مهمة جدا يا جماعة برضو عشان تبقوا فاهمينها قبل ما هروح لكم على سعر البصل اللي رجع ده. إحنا محتاجين نقلل وارداتنا، ده طبعا أي بلد في الدنيا بتحاول قدر استطاعتها إنها تشتغل على تقليل حجم الواردات. هل في بلد في الدنيا ما بتستوردش حاجة؟ مفيش حاجة اسمها كده، لأن مفيش بلد في الدنيا عندها كل حاجة. حتى أمريكا اللي بنعتبرها حالة اقتصاد الدولة القارة عندها كل المنتجات الممكنة، عندها ثروة تعدينية تخض، بلد تقريبا قارة تطل على محيطين، عندها من أول الولايات المتجمدة من كتر الصقيع وصولا في الجنوب لولايات يعني حر حرارة تخض أكتر من اللي عندنا كمان. حلو، عندها صحراء، عندها غابات، جبال، وديان، أنهار، حدث كيفما شئت، ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بكل النعم. وبالرغم من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بتستورد. لكن في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول الاقتصاديا كبيرة ومهمة عندها صناعات كبيرة وقدرة على أنها تصدر هذه الصناعات. طب القدرة على التصدير يا سادة كرام بتبقى نبع منين؟ أنا وإنت كمواطنين لازم نفهم ده. قدرتي على التصدير نبع من أكتر من كذا، نبع من أكتر من عامل. العامل الأول إن أنا أكون عندي النو هاو، أعرف أصنع الورقة دي، أعرف أصنع النضارة دي. طب هو عشان أصنع النضارة دي طب نعمل إيه؟ لا أنا لازم أبقى فاهم المكونات بتاعة البلاستيك ده معمولة إزاي ونسبها إيه، وتبقى وزن النضارة قد إيه علشان ما تبقاش بتضايق اللي بيلبسها، طب والعدسة دي بتتعمل إزاي، وبعمل إلخ إلخ إلخ، ويكون في عندي العمالة الماهرة والخبرات التقنية مهندسين اللي قادرين على ده، ويبقى في عندي المكن اللي يصنع النضارة. طيب أدي كده واحد عملنا ده. ايه تاني؟ اقول لازم نبقى الدولة في عندها مجموعة من التشريعات اللي تشجع يوسف وفلان وعلان وترتان ان هم يقدروا يخشوا ويصنعوا، فما يبقاش في قدامهم معوقات مالية كبيرة، ولا يبقى في قدامهم مجموعة من الاجراءات البيروقراطية والروتين اللي يخليهم يزهقوا. ماشي، عملنا ده، احنا بنشتغل على ده فعلا مش هزار، وبدأنا في حاجات زي كده. طيب ايه تالت؟ ان السعر بتاعي يبقى مقابل الجودة متوازن، يعني ما قدمش منتج قليل الجودة بسعر عالي. ليه؟ لأن في غيري بينافسني، ما أنا مش بشتغل لوحدي في الدنيا، مش هبقى أنا الوحيد اللي بيصنع النضارة دي، ما في غيري، هتلاقي عشرات الدول بتصنع نضارات. ليه بقى دول تستوردها مني ودول ما تستوردهاش؟ تيجي تقول لي والله انا عايز اشوف معايير الجوده بتاعتك، فاقول له ادي معايير الجوده. طب هنعمل اختبارات على النضاره، عملنا اختبارات على النضاره. طيب النضاره دي جميله وحلوه وهتنفعنا مثلا في الاتحاد الاوروبي، المواصفات القياسيه الاعلى والارفع. ماشي يا جماعه، يعني هي دي عاجباكم؟ هي دي عاجبانا يا يوسف، هناخدها من المصنع بتاعك، بس هي بكام؟ فاقول له مثلا ب10 دولار. اي كلام يعني، ما فيش حاجه ب10 دولار، يعني النضاره دي بره هتلاقيها مثلا بحوالي 3 دولار ولا حاجه. كويس، ده سعر البيع للمستهلك. هفترض قول 10 دولار. خلاص، طيب 10 دولار، لا ده احنا بنجيب زيها بالظبط من الصين ب7، اخدها منك ليه؟ بس هنا بيجي دور ناس في حاجه ما مش مستوعبها كويس. سعر عملتي لما بيبقى اقل من بقيه العملات، سعر عملتي لما بيبقى أقل من بقية العملات ده بيديلي ميزة تنافسية أعلى، إن أنا تكلفتي أقل، ما أنا بكلف الحاجة بالمصري وببيعها بالإيه؟ بالعملة الصعبة، يبقى أنا بكلف الحاجة بالمصري وسعر عملتي أقل من بقية العملات الدولية، فأنا يبقى في عندي قدرة أعلى إن أنا أعرف أبيع، أنافس في السعر. حلو كده؟ كلام جميل. يعني يا يوسف أنت عايز إنه الدولار يبقى بكام؟ أقول لك ما يعنينا يا سادة يا كرام، هو الدولار أغلى عملة في العالم؟ لا طبعا، عملات عربية كتير أغلى من الدولار، صح ولا أنا غلطان؟ صح، 100% صح، ممكن أعدلك 3-4 عملات أغلى من الدولار. هل ده معناه أنه الاقتصاديات العربية دي أقوى من الاقتصاديات الأمريكية؟ لا، لأنه المعيار مش سعر العملة، المعيار هو الاستقرار في سعر الصرف، ده واحد. 2 استقرار الأسعار، استقرار الرقم،
يعني ايه؟ يعني معدل التضخم بتاعي قليل. كل ما معدل التضخم بتاعي يبقى قليل، طول ما يبقاش فارق معايا انا في مصر سعر العمله. والله بقى الدولار ب 30 جنيه، الدولار ب 40، ب 45، ب 50، بس التضخم ما بيزيدش، ده نمره واحد. وبعدين يبدا ياخد منحنى هبوط ويقل لحد ما يوصل لادنى مستوى ممكن طبقا للقدرات الاقتصاديه المصريه، ويفضل مستقر على كده. لما يتحرك يتحرك اللي هو ايه؟ 1% فوق ويرجع تاني، 0.5% فوق ويرجع تاني، بيبقى ليها مارجن، بيبقى ليها هامش في تحرك معدل التضخم. لانه من ناحيه اخرى المرتب بيزيد. لما المرتب بتاعي هاخد 3000 جنيه في الشهر مثلا، 4000، 5000، 6000، والاسعار تقريبا ما بتتحركش غير بهوامش من 1 ل 3 ل 4% بالكتير، بس مرتبي بيزيد مثلا في السنة 10 ولا 15 ولا يا رب يزيد 50%، ده معناها ايه؟ ان انا بقيت اغنى، لان انا زيادة مرتبي اعلى من معدل التضخم. فما يفرقش معايا ساعتها بقى سعر العملة ايه. هنا بتيجي أهمية التصدير. كل ما بصدر أكتر، أو بالأدق كل ما بصنع أكتر، بوفي جزء من الاحتياج المحلي بتاعي وأبدأ أصدر، يعني ببيع يعني إيرادات، فيخش لي فلوس أكتر، فأقدر أقلل من معدل التضخم وأزود في الفلوس اللي بتخش جيوب الناس، فالناس تبقى مبسوطة أكتر زي ما الناس مبسوطة كده إنه سعر البصل ينزل. خليني أخد معايا على التليفون صديقي العزيز حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضروات بالاتحاد العام للغرف التجارية. حبيبي منورنا يا استاذ يوسف، مساء الخير عليك وعلى كل الساده المشاهدين. كل مساء الفل عليك، اخبارك ايه؟ ايه الاحوال؟ كله تمام؟ كله تمام، بس انا نائب الرئيس، عشان ما يعني انا نسيت، مش رئيس، انا نائب الرئيس. لما انا قلت نائب رئيس الشعبه نائب رئيس الشعبه يا رب يخليك يا استاذ يوسف، ربنا يمتعك. بعدين قدها وقدود دايما يعني. يا رب يخليك يا استاذ يوسف، ربنا يخليك يا حبيبي. ان شاء الله احنا بنأكد على ان احنا عندنا انخفاض في كل الاصناف، الخضار والفاكهه، واحنا كنا تحدثنا في لقاء سابق صح، وقلنا ان احنا عندنا هيحصل انخفاض تدريجي في اسعار الخضار والفاكهه نتيجه زياده المعروض للمنتجات الزراعيه، ونتيجه كمان زياده انتاجنا والتوسع في المشاريع الزراعيه اللي انا تحدثنا وكنا يعني جادين في كلامنا، ان يكون بقى عندي زياده في المشاريع الزراعيه وزياده معروض من خلال هذه المشاريع تنعكس بالاتاحه داخل الاسواق، ثم في ثبات، ثم انخفاض تدريجي. وده اللي حصل قبل رمضان، احنا وعدنا الناس في رمضان الاسعار هتنخفض، وحصل. خضار تحديدا الاربع اصناف الاستراتيجيه، البطاطس، الطماطم، البصل، الثوم، وكان فيهم انخفاض والمواطن شعر بهذا الكلام. واحنا بناكد على ان البصل عندنا زياده في الانتاج في خلال الشهر القادم واللي بعده، هينعكس ده بالاتاحه، ينعكس بانخفاض تدريجي في الاسعار يشعر به المواطن. يعني انعكاسات مثلا انخفاض سعر البصل بيخلق انعكاس على انخفاض كل سله بقى الخضروات بتاعتي؟ اه طبعا. انا لما عندي، اصل انا داخلين على مواسم صيفيه يا استاذ يوسف، يعني انا عندي زياده في الانتاجيه اكتر من المعدلات الطبيعيه اللي كانت عليه في السابق. حلو. فبالتالي المعدلات دي بتبقى فيها اتاحه كبيره جدا، الاتاحه دي بتنعكس بزياده المعروض، المواطن بيشعر بانخفاض بشكل مباشر، لان اول عوائد الانتاج الحقيقيه اللي بيشعر بها المواطن هو الانتاج الزراعي. ده بيبقى داخل القرية، ثم المركز، ثم المحافظة، ثم الأسواق، ثم داخل الأسواق التجزئة، وبيشعر بالموضوع بشكل مباشر. الانخفاضات تقريبا نسبها قد إيه؟ يعني تكلم مثلا في بصل تحديدا، بنقول يعني دلوقتي البصل جملة من 8 جنيه لغاية 11 جنيه 12 جنيه، تجزئة من 13 ل 14 في أحياء راقية ب 15، ينعكس يعني ممكن يوصل لغاية 8 7 6، وعلى اليات العرض والطلب، لان انا ما اقدرش اقول اسعار، لان اللي بيحكم الاسعار اللي هي زياده المعروض من الانتاج والاتاحه بتاعه هذا المعروض داخل الاسواق، ثم بعد كده التداول اليومي اللي بينتج اليات عمليات البيع والشراء، ثم بعد كده الانخفاض التدريجي اللي انا تحدثت عنه. طب والثوم رخص ولا لا؟ لا الثوم، لا الثوم بيودع خلاص، موسمه الطبيعي البلدي بتاعنا خلاص هينتهي نهايه اخر الشهر القادم. واحنا كنا في مداخلات سابقه وانت يعني كنت قلت لي يعني الناس تخزن، قلت لك ايوه الناس تخزن في موسم الحصاد بتاع الثوم، لان بيبقى فيه زياده انتاج ويبقى اسعاره مناسبه لكل مواطن مصري، فبالتالي هو اصلا طبيعه الثوم هو للخزين، يعني أيوة. ده كان زمان، كان زي زمان البياع في الشارع يقول يا بتاع الخزين يا ثوم، ده حقيقي.
واحنا كنا تحدثنا في مداخلات سابقه وقلنا ان الشهور اللي فاتت دي كانت موسم التوم، الشهر اللي فات واللي قبله قلنا الناس تخزن وتاخد احتياجاتها وازيد من احتياجاتها، والتوم ما عندناش مشكله فيه، ولا البطاطس ولا الطماطم ولا البصل. كمان بنبشر اهالينا ورق العنب اللي كان عليه ضجه، الباميه، الخيار، البتنجانات باصنافها واشكالها، الفلفل باصنافه، كل ده جاي للانخفاض. وكمان بنبشر اهالينا البطيخ والكنتالوب والخوخ والمشمش والبرقوق، كل ده جاي تباعا ورا بعضه. يعني انا عندي زياده في الانتاج وزياده في الاتاحه داخل اسواق هتنعكس بثبات اسعار ثم انخفاض تدريجي. طب فكرني ابقى اسالك على حاجه في البطيخ كده بعد شويه، بس هبدا الاول بقى يعني او اخر سؤال حقيقي، يعني انا امتى ابقى مش قلقان من مساله اختلافات اسعار المواسم؟ يعني انا افهم انه لما يبقى الحاجه مش الموسم بتاعها تبقى اغلى، بس احنا عندنا الغلو بيبقى حاد، ولما بتنزل في السعر بيبقى برضو نزول حاد، زي بالظبط كده مجنونه يا قوطه. بالظبط. انا مش عاوز كده، انا عاوز يبقى شكل من اشكال المنطق. يعني انا خليني بس ااكد لحضرتك، انت كنت بتستعرض بعض الـ 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 يعني فوائد التصدير. أيوة. وزياده صدراتنا من كل المنتجات والتصنيع. أيوة. وازاي ان احنا نقدر يبقى في عندنا صادرات كبيره جدا ووفره في العمله الصعبه. احنا قلنا احنا بنصدر لاكثر من 120 دوله. صحيح. خضار وفاكهه، رجاء ان احنا ما نصدرش، يعني احنا بنصدر فريش والمنتج بتاعنا بيمتاز باعلى جوده والعالم كله بيطلبه. احنا قلنا التصنيع الزراعي يا استاذ يوسف ده المنتج البديل. شفت حضرتك انت قلت لي فوارق العروات او انتهاء عروه بدايه عروه زراعيه. صح. يبقى في فواصل ويبقى في ارتفاع اسعار ويبقى في انخفاضات بشكل مفاجئ، الفلاح بيتضرر. احنا قلنا نخش بالتصنيع الزراعي طبعا، القيمه المضافه 100% للمنتج، احنا نحافظ على المنتج بتاعنا ويبقى عندنا وفره في السوق المحلي، صلصات وعجائن وزيوت ومحفوظات ومعلبات ومجمدات، كل ده بينعكس على السوق بايجابيه يا استاذ يوسف، وبيخلي عندي اتاحه في المنتج الفريش والبديل بتاعه المصنع. يعني انا على سبيل المثال البطاطس نص مقليه، الصلصه، المربى، العصاير، البصل المجمد والمجفف، ايضا بعض المنتجات، التوم نفس الموضوع بودره. فاحنا يبقى في عندنا تصنيع زراعي، يبقى احنا والدوله عازمه على هذا النهج، وده احنا شغالين عليه مع شركات كتيره جدا، مع طبعا القطاع الخاص بيشتغل مع شركات مع الدوله في هذا الامر، ولكن احنا عايزين المنتج نفسه، المنتج نفسه يبقى داخل عنده في القريه المصنع عشان يبقى جنب الزراعات. يعني البلد دي بتمتاز بالمانجا، البلد دي بتمتاز بالبصل، المحافظه دي بتمتاز بمنتج معين البطاطس. يبقى احنا نعمل القيمه المضافه دي جنب اهالينا وجنب الساده المزارعين اللي هم دول اللي يهمونا دلوقتي يا استاذ يوسف، ده المنتج لازم احافظ عليه ولازم يبقى عندي زياده. يعني انا اتمنى ان المنتج يبقى زي مثلا المانيا، يبقى غني، لان لازم يبقى المنتج ده هو اللي بينتج، ولازم يبقى العوائد الانتاج الحقيقيه ترجع للمواطن ويشعر بقى الفلاح اللي هو طبعا مبسوطين او بيتعب. واحنا ده رقم واحد، ده العمود الفقري يا استاذ يوسف طبعا للشعب المصري، ده اللي احنا لازم نحافظ عليه. اخر حاجه بقى كنت بسالك على حكايه البطيخ دي، هو البطيخ اللي موجود في السوق ده ايه؟ اصل ده مش موسم. لا ده احنا لسه بشاير بتاع اسوان، وبعد كده يجي البحيره، وبعد كده كفر الشيخ، وهنشتغل بفضل الله. يعني كل الناس اللي اهالينا التجار البطيخ هو ده بدايته. طبعا محافظه اسوان هي اول بشاير، وطبعا ده بيبقى مالي الاسواق وطعمه جميل والناس ما تقلقش. يعني كل سنه بيبقى فيه بعض الشائعات، البطيخ مسرطن، الخوخ مش عارف في ايه، كل الكلام ده غير صحيح. حجم الزراعه بيقوم بمهام كبيره جدا وما عندناش اي اذى. حلو جدا، انا بشكرك جدا 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 السيد المحترم صديقي حاتم النجيب، نائب رئيس شعبه الخضروات بالاتحاد العام للغرف التجاريه. طيب تعالوا نروح بعد اذن حضراتكم على موسيقار عظيم عظيم في حياتنا فعلا، يعني وبقول لك الكلام ده وانا عندي قناعه حقيقيه انه واحد من أهم الملحنين والمؤلفين الموسيقيين اللي في وجهة نظري المتواضعة جدا، وأنا راجل غلبان مجرد سميع، يعني من أهم الموسيقيين المصريين والعرب، وبل أكاد أقول لك بصراحة شديدة وبقلب جامد برضو، يعني لا الراجل ده عمل تغيير الحقيقة في المدارس، الشكل، حالة التذوق الموسيقي، سواء إذا كان بأعماله الموسيقية المباشرة وهو يلحن، طبعا شايفين ده استاذ عمار الشريعي يعني،
أعماله الموسيقية المباشرة ويلحن ويؤلف وما إلى ذلك، أو بأدائه الغنائي. يعني أنا عايز أقول لك بقى، أنا واحد من الناس والله العظيم أحب جدا أسمع الأغاني اللي لحنها الأستاذ عمار لما يبقى هو مغنيها. الله يرحمه يا رب، الله يرحمه يا رب. وبعدين علاقتي بأستاذ عمار الشريعي بدأت بقى إزاي؟ أقول لك بدأت وأنا طفل، ما كنتش أشوفه خالص. ليه بقى؟ طب بدأت العلاقة إزاي؟ أقول لك أستاذ عمار الشريعي كان مع أمي في الجامعة، في جامعة عين شمس، وكانوا أصدقاء في فترة أقول لك بقى كان معهم فيها في الجامعة، كان أستاذ عمار الشريعي الله يرحمه يا رب، وأستاذ فاروق الفيشاوي الله يرحمه يا رب، دول يعني من اتنين من الأشهر يعني على مستوى الفن المصري اللي كانوا موجودين معهم في الكلية في الجامعة. كانت أنا أمي كلية الأداب قسم تاريخ، أستاذ عمار كان أداب لغة إنجليزية، أستاذ فاروق الفيشاوي رحمة الله عليهم جميعا، أستاذ فاروق الفيشاوي كان أداب قسم لغة عبرية. فكانت أمي تحكي ذكريات الجامعة والتلمذة وما إلى ذلك. طبعا أنا بقى بكبر ووجداني بيتشكل على الموسيقى بتاعت الأغاني وما إلى ذلك. وكنا نشوف مرة، شفت الأستاذ عمار زمان جدا، كان عندي يجي 6 سنين، في مزرعة أحد الضباط الأحرار الله يرحمه يا رب، مجدي حسنين الله يرحمه يا رب. وشفته بقى وبقيت قاعد مبهور، وأنا كنت عايل قد كده، شفت عمار الشريعي بنفسي. ويا سلام بقى لما تقعد تسمع عبد الله النديم وتسمع ابو العلا البشري عيش، ويا سلام سلم لما تسمع غواص في بحر، يا نهاري ايه ده ايه ده، التاريخ الموسيقي يعلمك ازاي تتذوق الموسيقى ويفهمك. احنا معانا على التليفون استاذتنا الاستاذه الكبيره استاذه ميرفت القفاص، طبعا الاعلاميه الشهيره والكبيره وغنيه عن التعريف، وانا ايضا من جمهور استاذه ميرفت القفاص من غير ما اكبرها في السن، بس انا من جمهورها في الراديو طول عمري، كنت بسمعها من وانا مش من وانا صغير، من وانا كبير، خليها من وانا كبير. ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه واحنا طيبين كده وفاكرينه يا رب. يا نهار ابيض، هو احنا نقدر ننساه؟ ما ينفعش يعني، حتى الجمله مش هتستقيم، هترفضها اللغه. أستاذة ميرفت، يمكن وحضرتك يمكن بتقولي الجملة دي كل سنة وكلنا طيبين ودايما فاكرينه، إيه اللي خلى أستاذ عمار تفضل موسيقاه عايشة بهذا الشكل؟ وسؤالي التانية من غير ما أطول، ليه واحد زي حالاتي أحب أسمع أغاني من تلحين أستاذ عمار الشريعي بصوته وهو بيغني؟ نقدر نقول إن هو كان سابق عصره برضه قوي قوي، يعني إبداعاته موجودة معانا لحد دلوقتي، حتى المسلسلات لما بنسمع تتراتها معانا لحد دلوقتي. بحب يعني لما بألف كده في القنوات الدراما ولاقي مسلسل يا سلام، ونقعد نسمع التتر، مش أنا بس يعني، ناس كتير بتقولي الموضوع ده، ف يعني الحال ما تتنسيش بصراحة، عمرها ما تتنسي. وهو كان بني آدم حلو، فالناس كانت بتحبه عشان برضه هو جواه حلو، فبيطلع حاجات حلوة قوي قوي. يعني احنا كنا لما نتفرج على مثلا غواص في بحر النغم، او نسمع في التلفزيون، نسمع في الراديو البرنامج بتاعه ايضا، يعني كان في البرنامج بتاع دريم وفي البرنامج بتاع الراديو، استاذ عمار خفيف الظل، صاحب افيه زي ما بيتقال. لا يعني لو سمعت حلقه من غواص تعرف شخصيه البني ادم ده، لما بيمسك لحن بيطلع لك الايجابيات اللي فيه جدا. بيطلع لك الحاجه الحلوه اللي فيه، بيركز لك على كل حاجة، كلمة حلوة، لحن حلو، جملة حلوة، فقد كده هو من جواه أبيض وبيتكلم على زمايله اللي قبله أو من عصره بحب، فيعني أكيد هو بني آدم حلو عشان كده احنا بنحبه. وقدرة مذهلة على أنه يبرز الكلمات، يعني الثنائيات اللي كانت بتتعمل مع أستاذ سعيد حجاب الله يرحمه، أستاذ عبد الرحمن الأبنودي الله يرحمه، كانت ثنائيات عظيمة، وما ظنش أنه في حد عمل لهم موسيقى زي أستاذ عمار. يعني أغاني لحد دلوقتي، وردة مثلا قبل النهاردة، والأبنودي وعمار، سيبولي قلبي ورحاله، أغاني بتسأل يا حبيبي، بتسأل ده غيرها الحاجات الوطنية. يعني لو بصين مثلا على أقوى من الزمن لشادية، ده أنا سمعت حب مصر من غير ما تحس إن أنت بتسمع أغنية وطنية بقى دب دب طبعا ده أنا سمعت وبتسأل يا حبيبي بصوت أستاذ عمار برضو. ودي مخيفة يعني، بحبه هو بيغني قوي، زي عصفور النار، زي مش عايز طبعا ابقى كئيب، بس زي من العذاب قوم ومعذبين الارض، مش عايز ابقى كئيب يعني، بس هو قدرته كمان وهو بيغني، احساسه باللحن واحساسه بالكلام اعلى من اي حد.
بيوصل لك احساسه في اللحم. يا لهوي الجمال ده. انا عندي سؤال والله بجد عندي سؤال، اما ان الاوان ان احنا نعمل متحف لموسيقى الاستاذ عمار؟ يا ريت، يعني نفسي كده يعني وزارة الثقافة تتبنى قاعة كده في معهد الموسيقى ولا في الأوبرا ونحط فيها مقتنيات الأستاذ عمار، أنا هبقى مبسوطة وتاني الناس هتبقى مبسوطة برشا. هل نقدر نعمل عملية جمع لكل أعمال الأستاذ عمار؟ آه طبعًا، يعني إحنا جمعنا كل الحاجات اللي كانت على شرايط ريل جمعناها ديجيتال، فده سهل إن إحنا مجمعين كل حاجته، زائد ان هو عنده مقتنيات وبقى في اعواد في اورجات في حاجته هو الشخصيه، ممكن قاعه صغيره في معهد الموسيقى العربيه في الاوبرا ونعمل ده باذن الله. باذن الله انا بشكر حضرتك جدا 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 جدا، واتمنى ان احنا نلتقي قريبا جدا 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 قوي خالص، ويبقى لي الشرف يا استاذه ميرفت. كل الشكر لحضرتك يا فندم، الف شكر. اشكرك شكرا ليك يا فندم. كل الشكر استاذه ميرفت القفاص، طبعا غنيه عن التعريف بتاريخها، وايضا زوجه الموسيقار الراحل العظيم والكبير استاذ عمار الشريعي. جماعه استاذ عمار الشريعي ده مخيف، مش متخيلين والله بكلمكم بجد. يعني الواحد وهو صغير لما بيقعد يسمع، واحنا صغيرين كان الجيل بتاعنا يعني في عندنا دايما كده كان ميل لسماع الحاجات والفرق الامريكاني والبريطاني ومش عارف ايه وكلام من ده، وكنا عيال صغيره يعني، وبعدين واحنا مراهقين كذلك. لكن بالتوازي اعتقد ان جيلي كان جيل سميعه والله، مش انحياز لجيلنا يعني، بس كنا جيل شاطر في السمع جدا جدا، لانه كمان كانت الموارد بتاعتنا قليله قوي عشان نعرف نسمع اغاني ومزيكا من اللي بتحصل في العالم. ده كان صعب، مش زي دلوقتي. دلوقتي الجيل اللي قد عيالي وعيالك بيدوس على زرار يروح سامع اي حاجه، ابلكيشنز بقى وويب سايتس وحواديت بنت لذينة يعني، وبلاتفورمز وقصص كده. احنا لا، احنا لازم نستنى لما يكون حد مسافر يجيب لنا حاجه، الحاجه توصل فتبقى موجوده في محل مش عارف فين، في المهندسين ولا فين في المعادي ولا فين في مصر الجديده، ونطخ مشاوير عشان نروح نجيب ما اغنيه واحده ولا حته مزيكا. وكنا بالتوازي واحنا بنسمع ده كنا بنسمع مصري كويس جدا جدا. فعشان كده بقول لك حاجه، استاذ عمار ده مذهل يا جماعه، مذهل مذهل. حبيبتي من ضفيرها طل القمر، انت مجرم يا نديم. اه والله العظيم نديم هو اللي فكرني، قال لي حبيبتي من ضفيرها طل القمر، ده حته مزيكا واداء استاذ عمار بصوته، نفسي تسمعوها بصوته. اهلا 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 وسهلا بيكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ خلونا نرجع نكمل كلامنا في برنامجكم التاسعه. مسلسل مليح، مسلسل اللي كان مفاجاه في انه اصلا اتعمل. يعني انت عارف انه لما جت الشركه المتحده واتخذت هذا القرار، فيمكن البعض يراه قرار غريب، ايه اللي يخلي الشركه تعمل مسلسل مش بس مبني على احداث واقعيه او احداث حقيقيه ومن حيواتنا القريبه برضو يعني، لكن انه هنعمل مسلسل وعن معاناه اسره فلسطينيه، يعني مسلسل من الواقع الاجتماعي لو صح التعبير، وفي احداث حقيقيه ومبني على هذه الاحداث يعني. وانا بعتبر انه ده كان خطوه، مش هوصفها بانها الخطوه الجريئه، لكن كانت خطوه شديده العمق من الشركه المنتجه في الحاله دي، هي شركتنا الشركه المتحده. ودي كانت ميزه من الميزات النسبيه الثانيه اللي في المسلسل، هي انه المسلسل ده ما اتعملش بس بالنجوم المصريين، لكن اتعمل بالطريقه المثلى اللي هي ايه؟ احنا بنعمل مسلسل عربي، احنا كنا زمان نقول كده الفيلم العربي، المسلسل العربي، الانتاج المصري كنا نقول عليه كده المسلسل العربي، او كنا بنقول حتى التمثيليه، بس نقول المسلسل العربي، الفيلم العربي، فهو اتعمل بالطريقه دي، ان انا في عندي نجوم عرب مشاركين في هذا المسلسل، وكل واحد فيهم حط بصمته وحط الطعم بتاعه، ودي حاجة مهمة جدا 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 أبعد الحدود. الحاجة الثالثة هي مسألة أنك في الإنتاج الدرامي المصري بتعمل سردية مصرية لما يحدث في الواقع الفلسطيني، وده مهم.
من اهم النجوم اللي كانوا اللي كانوا مشاركين ومشاركات في هذا المسلسل هي الفنانه والنجمه اللبنانيه الكبيره جدا ديانا رحمه في دور الطاف. اهلا 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 ونورتي بصوتك التلفزيون المصري وبرنامج التاسعه. الو. الخطوط والشبكات يعني مش ممكن. طيب انا هحاول ان احنا نتصل تاني. هرجعك هنا على النجمه اللبنانيه ديانا رحمه في دور الطاف، والطاف كانت هي جده مليحه. والمسلسل على بعضه يعني انت بتعمل مشاركات ما بين النجوم العرب او خدت نجوم عرب موجودين جوه المسلسل، وده كان مهم وكان ادوارهم جميعا دون استثناء واحد يذكر ادوار هامه وشديده المحوريه. وطعم كل ممثل وكل نجم وكل فنان في هذا المسلسل كان مهم جدا، ولا تستطيع استبدال واحد او استغناء عن الدور نفسه، مش هقول لك بقى كمان النجم او النجمه. اضافه الى ذلك طبعا تترات مليحه، تتر البدايه ولا تتر النهايه، واللي اعتقد ان هم هزوا العالم العربي وجدانيا ومشاعريا وعاطفيا وما الى ذلك. ده مهم. التتر العظيم اللي كان معمول بالجرافيكس وفي حنظلة وفي إله الحرب المصري مانتو، ممكن تسميه كده ممكن تسميه مونتو لأنه تعرف المصرية القديمة أو الهيروغليفية ما فيهاش تشكيل يعني، فما نقدرش نجزم بالنطق الصحيح 100%، أو أنا ما أقدرش أجزم، يجزم في ذلك بقى علماء الإيجيبتولوجي واللغويات القديمة وما إلى ذلك يعني. التركيبة بتاعت التتر ده كانت تركيبة وفكرة شديدة الأهمية شديدة العمق، وأعتقد أنها يعني أثمرت، وهبقى أكلمكم بعد شوية أثمرت في إيه. معايا على تليفون النجمة اللبنانية الكبيرة والشهيرة فنانة ديانا رحمة. أهلا بيكي. مساء الخير يا فندم، كيفك؟ يا مساء الفل، وكيفك أنت ومنورة بصوتك التلفزيون المصري وبرنامج التاسعة. الله يخليك. مساء الخير طبعا من لبنان من موطن الام، ومساء الخير من الاردن ارض النشامه ارض زوجي وابنائي طبعا. مساء الخير لكل الشعب العربي، مساء الخير للتلفزيون المصري، مساء الخير لل 106 ملايين مصري بحبهم قوي 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 قوي، والله يخلي مصر واهلها الطيبين. الله يخليك. انا كان بيسعدني. تسلم استاذ، وانا بيسعدني كثير اني تعاملت للمره الاولى مع فنانين مصريين رفعت راسي فيهم. بمسي عليك وعلى كل الجمهور اللي عم بيشوفني العربي، وبتمنى لكم عيد سعيد يا رب، يعيدوا علينا بالصحه والعافيه والبركه. علينا كلنا. مساء الفل عليكي، زي ما بنقول كده مساء الخير يا عرب. خليني هسالك على التجربه اللي يبدو جدا وواضح جدا في كلماتك انها عجباكي، تجربه التمثيل في هذا المسلسل كانت عامله ازاي؟ بالمسلسل اللي هو مسلسل مليحة، أنا ولا مرة حسيت أني ضمن نطاق عملي لسبب واحد، أني كنت ببكي غزة وشهدائها وفلسطين بشكل عام وأنا بأدي مشاهدي. يعني هلأ وأنا بحكي برتعش كلني. طلعت من باب الطيارة في عودتي من مصر وصولا للأردن على طوارئ المستشفى مباشرة لأنه أعصابي انهارت. في كل مشهد كنت أديه كنت أحس حالي في مأتم غزاوي، مأتم شهيد فلسطيني. في كل مشهد كنت أديه كنت أحس بالطعن اللي كنت عنها الأم عند يموت أولادها. كنت أنطعن بكل حملة نعش لشهيد فلسطيني. يعني نحن القضية بدمنا. هذه لأول مرة بوقف قدام كاميرا وأنا ما بمثل، أنا بعيش الحياة والمأساة اللي عايشينها نحن العرب تجاه قضيتنا الفلسطينية. أنا أتفق معاكي مليون في المية مليون في المية. وهنا يمكن يجي سؤال تاني، هل اللي هو إنه تجربة المسلسل مش بس تجربة فنانة كبيرة، يعني أظن ليكي أكتر من 95 عمل ما بين الدراما والمسرح وما إلى ذلك، ومش بسأل على فكرة التجربة داخل الإنتاج المصري، لكن تجربة هذا المسلسل في ظل هذه الظروف، إلى أي مدى بتشوف إن المسلسل ده مهم
في هذا الظرف الزمني وفي هذا الظرف الإنساني والسياسي؟ طبعا مش بس هذا المسلسل، كل إنسان بما عنده بالمكان اللي هو فيه يطلق صرخة على فلسطين، معناته هو عم بيأدي واجبه. هلأ المسلسل برأيي كان أقوى نداء، أقوى صرخة للعالم، انظروا إلى فلسطين. أقوى نداء وأقوى صرخة إلى هذا الحد؟ إلى العالم طبعا، لأنه العمل انعمل بشكل كتير 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 حلو، وصل لكل جيل اليوم، ونحن بهمنا انه الرساله توصل من جيل لجيل لحتى يتبنوا هالقضيه وتضل قضيتنا الام الاولى والاخيره، ويضل الاحتلال يضل براسنا لان ترجع فلسطين محرره بكامل مساحتها. هذا العمل كان بالنسبه لي هو صاروخ موجه الى كل عدو، الى كل من وقف مع العدو في كافه دول العالم. أنا من خلال برنامجكم بطلق صرخة، بطلق نداء، أرجو كل إنسان بيقدر يعمل إشي لفلسطين لا أرجو أنه يتحرك، لأنه بكفي 75 سنة من الشهداء، الأرض ما بقى فيها تحمل دم، بكفي اللي صار فينا نحن كعرب، هي قضيتنا. ونحن العرب إذا صرنا إيد واحدة نقدر نعمل المستحيل. فأينما أين أنتم؟ أين أنتم؟ يعني أنا بحس المسلسل كان صرخة عم تصرخ، في كل مشهد كان في صرخة من أم قبرت ابنها شهيد وزغرتت فوق راسه، معليش يما بجيب غيرك فداء لأرض فلسطين. هذا هو المسلسل يلي أنا كنت ضمن فريقه اللي كتير 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 بعتز، وكان بحمل تاج على راسي هذا المسلسل. واعتزازنا بيكي دائما ومستمر الحقيقة، وبشكرك جدا 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 على هذه المداخلة، حقيقي شرف ليا. كل الشكر للنجمة والفنانة اللبنانية الكبيرة ديانا رحمة، خاصة بهذه الكلمات واللي وصفت بها أن هذا المسلسل هو أقوى نداء، أقوى صرخة توجه للعالم، بل هو صاروخ أمام الضمائر العالمية. بشكرك جدا جدا جدا. حول مسلسل مليحة كنا نتحدث. أنا عايز أعمل حاجة. في فيلم قريب هتلاقوه في دور العرض اسمه السرب. قبل ما نتكلم تعالى نشوف برومو أو تريلر أو تيزر لفيلم السرب، وهنرجع نكمل الكلام. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة. سيادة الرئيس، أصدر الأمر بعملية نوعية لقصف مواقع داعش في ديرنا في ليبيا. لا إله إلا الله يا رجالة، زي ما هتروحوا كلكم هترجعوا إن شاء الله كلكم. اسمك؟ المصري، علي المصري. تفتكر احنا عايزينك في ايه يا علي؟ وليس من سمع كمن رأى. خدتوا بالكم في البرومو ان هو بدأ الاول بجزء من كلمة فخامة الرئيس في فبراير 2015 لو حضراتكم تتذكروا. انا اتذكر كويس جدا اليوم ده، وكنا ساعتها في قناة اون تي في، كنت وقتها بتشرف بالشغل هناك، وكنت موجود، وكان موجود أستاذ إبراهيم عيسى، وكان موجود الأستاذ ألبرت شفيق. وبعدين شفنا كلمة الرئيس وبصينا لبعض، وكان كتير بقى من زمايلنا وعمر أبو خطوة وأحمد عوض، كنا عدد يعني من زملائنا، والحمد لله والشكر لله يعني بشرف بأن احنا لسه بنشتغل مع بعض حتى هذه اللحظة.
وبصينا لبعض، هو الريس هيعمل ايه؟ انا بقول لكم بالظبط لا انسى هذا، الريس هيعمل ايه؟ وفي نفس اللحظه كلنا تقريبا في نفس اللحظه بنقول الريس هيضرب، الريس هيضرب. ولما حصلت الضربه وكنا سهرانين في الشغل فعلا مش هزار، عارف انت لما كنا نقعد نتفرج على الافلام بتاعه زمان ويجيب لك ان الاذاعه بتقول انه حصل عمليه العبور في 73 وما الى ذلك، والناس تقول الله اكبر، احنا عملنا كده. وكنا في مكتب البرت شفيق رئيس القناه انا ذاك، وهو رئيس قطاع التلفزيون بالشركه المتحده حاليا طبعا، وصديقنا واخونا الكبير يعني، واخويا الكبير، فكلنا الله اكبر الرئيس ضرب مصر، لانه الاحساس بانه مصر تقدر تجيب حق ولادها من اي حته. طيب اتنين، ليس من سمع كمن راى، كان ليا شرف عظيم، شرف عظيم انه انا اقدر اقول كده، يقول لك ايه، انا خدمت بلدي لو صح التعبير يعني في ليبيا، تحديدا لما برضو كنت في اون، فانا قلت ان احنا عايزين يا جماعه ونطلع ونشوف اللي بيجرى في ليبيا، كنا الكلام ده سنه 17 فبراير سنه 17، حتى انا قضيت عيد ميلادي هناك في بنغازي. ف ليه بقول لك خدمت بلدي؟ لانه كنت مصر ان احنا لازم يبقى في سرديه مصريه، لازم يبقى في عين مصريه، لازم يبقى في صحافه مصريه موجوده على الارض هناك. فمن سمع غير من راى، فاللي يعرف، وهيجي وقت وهتلاقوا التفاصيل بتتقال وبتتكتب وبتنشر وبتتصور وبتتعمل افلام زي ما انتم بتشوفوا السرب كده، على الدور العظيم اللي لعبته مصر علشان ليبيا تستقر. الدور العظيم اللي لعبته مصر عشان ليبيا تستقر، الدور العظيم اللي لعبته مصر بالتحديد للقضاء على التشكيلات والتنظيمات الإرهابية اللي كانت موجودة في ليبيا. خليني أخد معايا على التليفون مخرجنا الكبير أستاذ أحمد نادر جلال. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم، شرف ليا أن أكون معاك. لا ده أنا اللي أتشرف، ما تقولش كده، ما تقولش كده أبدا، ده أنا اللي أتشرف جدا قوي خالص كمان. ده شرف ليا والله. لا والله بإذن الله، يعني نشوف الفيلم قريب في دور العرض، ويبقى عندنا بقى من دلوقتي اعمل اتفاق ولا اعمل وعد ان استاذ احمد ومجموعه العمل الرائعه يكونوا منوريننا في الاستوديو، او احنا نجي لكم. يا سيدي ده انت تؤمر. يا ده لامر الله، يا ربنا يخليك، ده كلك ذوق. كلمني عن السرب يا استاذ احمد، خصوصا انه فيلم عسكري بيبقى جهد وبيبقى فلوس، ويعني بيبقى مليان تفاصيل، عايز اعرف عملتوا ايه؟ بص احنا عملنا بصراحه المستحيل في الفيلم ده. يعني يعني انا اشكر الاول الشركه المتحده، واشكر المنتج كان البورسي، واشكر القوات الجويه والقوات العسكريه على كل المجهود والدعم اللي هم ادوه لنا بصراحه. وكلنا واحنا بنشتغل في الفيلم ده كان عندنا باشن فظيع ان احنا نطلع فيلم يليق بالذوق العالمي، مش هقول الذوق المصري. الله الله. بالذوق العالمي بمعنى ان احنا بنعمل فيلم في اخر سينمائي، بنعمل فيلم سينمائي، بنعمل فيلم تجاري سينمائي الجمهور يحب يتفرج عليه. يعني ما بنعملش فيلم دوكيومنتري، احنا مش عاملين فيلم دوكيومنتري، مش عاملين فيلم وثائقي عن الحادثه. أيوة. نفسها. يعني مش مجرد فيلم وثائقي بالمتعارف عليه في الوثائقيات. بالعكس. انا بوثق بس بعمل سيما، سيما تجاريه. الناس تتفرج. سيما تجاريه، وبنعمل فيلم فيه ايموشنز وفيه عواطف كبيره جدا 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 جدا، يعني الناس اللي بتتفرج على الفيلم دول عيطوا ثلاث اربع مرات في الفيلم. فالفيلم ده عباره عن فيلم سينمائي تجاري، بغض النظر عن لفظ التجاري صح او غلط، بس هو تجاري فعلا، عشان السينما صناعه وفن وتجاره طبعا، ده من الدوري طبعا. فاحنا الحمد لله يا رب عرفنا نعمل المعادله دي للفيلم، وربنا يكرمنا ويقدرنا والفيلم ينال استحسان الناس ويعجبهم يا رب ان شاء الله. جدا جدا هو يعجبنا ونص، احنا كفايه لما شفنا بس كده التريلر بتاع الفيلم فبقينا قاعدين متشوقين انه ينزل لدور العرض. يعني ينزل على امتى؟ هينزل ان شاء الله يوم 25 او يوم 1/5، يعني واحد يوم 25/4 يوم 1/5 ان شاء الله يا رب. ويبقى كده مصحوب بالكلمه بتاع بجميع دور العرض وننزل نروح. مظبوط ان شاء الله يا رب.
قدها وقدود، ربنا يا رب يوفقكوا، واحنا متاكدين انه هيطلع فيلم حلو وكبير يا رب دعواتك يا رب. والله يعني لا انا متاكد، كل الناس انا بشكر كل الناس اللي اشتغلت الفيلم ده من اصغر حد لاكبر حد فعلا، عشان كل الناس بذلت اكبر مجهود انها تطلع الفيلم ده باحسن صوره من كده، عشان ده فيلم يعني ممكن المخرج او السينمائي يعيش ويموت وما يعرفش يعمل فيلم ده في حياته تاني. لا والله اصل طالما خدتوا القرار وطالما احنا ماشيين في كده وبنعمل افلام بهذه الطريقه وماشي، انا كلنا عارفين فيلم سيفينج برايفت راين، ففيلم ابن لذينة ما هو الفيلم، كنت اقعد اقول يا جماعه الامريكان عملوا مئات الافلام على الحرب العالميه الثانيه و90% منها تهجيص. ما انا قلت لحضرتك الكلام ده قبل كده، وبقول مع حضرتك ثاني ان الافلام الحربيه عموما هي افلام تجاريه. ايوه هي افلام الناس بتحب تتفرج عليها بالظبط كده، لما تكون مبنيه على احداث حقيقيه. صح 100%. ده بالنسبه للناس، ده شيء انا عايز اتفرج عليه، جايز الحد ده انا ما اعرفوش، عايز اعرف عنه اكتر او جايز انا اعرفه، بس عايز اعرف هو تناوله ازاي. السيلينج بوينت او نقطه بيع في كل الاطراف. طبعا طبعا طبعا، ألف مليون مبروك مقدما، وإن شاء الله كل النجاح للفيلم بإذن الله، وده أمر أظنه يعني واضح ومتوقع. وإحنا كده خلاص عندنا وعد إن إحنا نتقابل مع أحمد نادر جلال مع حفظ اللقب وفريق العمل. يا سيدي ده شرف ليا والله. لا ده أنا اللي أتشرف، ده أنا اللي أتشرف. أشكرك جدا 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 جدا، وألف مليون مبروك، وبإذن الله الفيلم ينزل يكسر الدنيا في الدنيا مش بس عندنا في مصر. تخيل مؤمن واحد من قلقة ألموت بخنجر وإيمان. القلعة دي كانت في المدينة، كفيل إنه يهد دولة راسخة بقالها سنين عندها جيش ومال. في قصة كبيرة قوي هو. أول من عرض الدور عليا كان دكتور بيتر، وقال لي أنا عندي بروجكت اسمه الحشاشين وعندي حاجة أنا شايفك فيها. قريت الورق اتبسطت جدا، مسلسل مختلف قوي، مكتوب حلو قوي، الدراما كلها فيها بلوت تويست، في معارك، في أكشن، في وبالنسبة لي أنا بقى كنورهان يعني في عندها مراحل كتير قوي كمان في شخصيتها، في حاجة يعني أي ممثلة تتمناها. كنت مبسوطة بمشاهد الخيل وبمشاهد الفايتس. التمرين قبليها خلاني اروح على اللوكيشن مبسوطه، يعني خلاني اروح على اللوكيشن جاهزه على التصوير على طول. سمعت صوتا هاتفا. القلعه دي كانت في المدينه، يعني دي قلعه مبنيه على مساحه مش عارفه كام فدان، بس هي قلعه يعني هي مدينه، يعني انت لما بتدخل جوه بتلاقي بيت كذا وبيت كذا وكده، يعني في قصة كبيرة قوي جوه. تعالي هنا، مش هقدر انا اروح درس النعومة ده، ما ينفعش دي هتقتلك. تعالي. اول امبارح نزلت اشرب قهوة والولد قال لي فتاة حلم الجنة انتي هربتي امتى؟ بيقولوا لي فتاة حلم الجنة، بيقولوا لي اهربي بقى وخلصينا، بيقولوا لي ايه اللي خلاكي تسيبي بيت اهلك؟ والحمد لله كلها يعني ببقى مبسوطة انه الناس متحدة مع نورهان كده. انا كان عندي مشاهد صعبة كتيرة في المسلسل، مشاهدي مع استاذة سوزان نجم الدين كانت صعبة، عشان هي بتخوف كده، اللي هو بتكلم كده وصوت ووقفة ونظرة واحساس كده، مشاهدي مع استاذة سوزان كانت صعبة. مشاهدي وانا بسيب بيت اهلي كان صعب قوي برضو، بس أصعبهم مشهد السمتعرش. الحساب عن الحزن اللي في العيون هيكون عسير جداً، عشان انتو حلم مش حقيقة، مش هيبقى فيه توبيخ أو عتاب أو عقاب للبنت اللي هتخلي المختار يصحى من حلم الجنة وهو متضايق إلا الأكل. أنا كان أحلى حاجة أن أنا كانت كواليسي نسائية جداً، يعني أنا اشتغلت مع نور إيهاب، مع أستاذة سوزان، مع ميرنا نور الدين، مع بيلا الصغيرة اللي عاملة خديجة، فأنا كنت مبسوطة جداً الحمد لله. حتى البارت بتاع الجزء بتاع حلم الجنة والحريات كلنا كنا بنات مع بعض، وكانت لذيذة قوي، كانت فكرة لذيذة يعني. نورهان
مش شبهي اكتر ما هي شبهي. يعني نورهان اندفاعيه قوي، انا مش من اندفاعيه، انا اكتر بحسبها. يعني نورهان لا نورهان بترمي نفسها في التهلكه بشكل مش طبيعي يعني، بس انا ما بعملش كده خالص. دي زوجك خطفني وعايز يقتل حبيبي، ايه حكايتك؟ عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وعايزه اقول لكم شكرا على السبورت ده، وعايزه اقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا كل عيد وهم طيبين وبخير وحواليهم كل حبايبهم كده. ازاي حضراتكم يا جماعه، عاملين ايه؟ كله تمام؟ طيب، حول احدث تقارير هيئه الرقابه على الصادرات والواردات احنا كنا بنتكلم لو تفتكروا، بس في حاجه بقى مهمه عايزين نتكلم عليها. مصر بتخطط، ودي حاجه هتبقى متعلقه فيما بعد ذلك بمساله صادراتنا وارداتنا واللوجستيات وما الى ذلك. مصر بتخطط انها تعمل 7 ممرات لوجستيه، وان تبقى هذه الممرات اللوجستيه ممكن تسميها ضخمه، ممكن تسميها عملاقه، سميها زي ما تسميها. المفترض انها تشتغل على ايه؟ انها تربط المناطق بتاعه الانتاج، الانتاج ده بقى صناعي، الانتاج ده زراعي، الانتاج ده تعدين الى اخره، بالمواني بتاعتنا على بحرين. حلو قوي. نفهم بقى القصه دي واهميتها ايه وتؤدي لايه من ضيفنا العزيز جدا 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 دكتور حسن مهدي. وطبعا دكتور حسن مهدي غني عن التعريف، استاذ الطرق والنقل بكليه الهندسه بجامعه عين شمس. منورنا دكتور. ربنا يخليك، انا سعيد بوجودي معاك النهارده، ونامل ان شاء الله تعالى ان احنا نقدر ندي فكره عن الموضوع بشكل جيد. المحاور اللوجستيه اللي تم الاعلان عنها من وزاره النقل وعددها 7، الهدف منها زي ما حضرتك قلت ان انا بربط مناطق الانتاج بالمواني، واقدر ان انا انقل مستلزمات انتاج اوديها للمناطق الصناعيه فابتدي اصنع، او ان انا انقل حتى سلع استراتيجيه ومنتجات من داخل مصر من مناطق لوجستيه انقلها الى مناطق التوزيع، او لو كنت هصدر فانقلها الى المواني البحريه عشان يتم عمليه التصدير. مبدئيا مصر 90% من التجارة الدولية بتتم عن طريق النقل البحري، وده كان هدف أساسي أو مدعاه إلى أن أنا أهتم بتطوير المواني، وعندنا تارجت أن يبقى عندي إجمالي أطوال الأرصفة البحرية في إجمالي المواني على البحرين الأحمر والمتوسط حوالي 100 كيلو متر طولي، وبنزود الغاطس عشان أقدر أستقبل ناقلات الحاويات العملاقة. بننشئ محطات متعددة الأغراض علشان أقدر أن أنا أستثمر في البنية الأساسية للمواني المصرية، خصوصا لا يخفى على المواطن العادي حتى أن في توكيلات ملاحية هجرت مصر نتيجة عدم تطوير البنية الأساسية للمواني، وكان في عندنا دول جوار إقليمي بتقدم خدمات أفضل وطورت من موانيها. فبالتالي علشان نرجع تاني للمنافسة كان لابد أن أنا أطور من المواني البحرية بتاعتي. كان يستلزم تطوير المواني البحرية أن أنا أعمل مناطق لوجستية ومواني جافة. ليه؟ لأن المواني الجافة هي الباك يارد بتاعة المواني البحرية. بدل ما البضائع بتتراكم في الميناء البحري علشان الإجراءات بقى من جمارك، من تفتيش، من حجر صحي، من كذا من كذا، ده كله بياخد حيز من الميناء البحري. فالنهاردة لما بيكون في عندي مخزن اللي هو الميناء الجاف للميناء البحري، بنقل بالسكة الحديد مباشرة من الميناء البحري، فأزيد من الطاقة الاستيعابية، أفضي الأرصفة وساحات التخزين، فتجيني بضائع تانية، فأقدر أن أنا أزود من الطاقة الاستيعابية للميناء. المحاور اللوجستية لها دورين في الواقع، دور لخدمة التجارة الداخلية ودور لخدمة التجارة الخارجية لمصر. فلما نتحدث عن ايه هي المحاور دي، نبتدي نسردهم كده ونتكلم عن كل واحد منهم. المحور اللوجستي الاول اللي هو ربط مواني السخنة بمواني اسكندرية من خلال الخط اللوجستي الاخضر او القطار الكهربائي السريع، الخط الاخضر اللي هو هيربط العين السخنة ويمتد حتى مطروح.
وهناك طموح لمده الى السلوم، ولو مديته للسلوم يبقى انا كمان هبتدي اطمح اكتر ان انا اربط نفسي بدول المغرب العربي ليبيا، وبعدين ابتدي بقى اخد بالظبط كده. وبالتالي يبقى ده موجود، واحنا شغالين على الجزء ده في مصر بحيث ان انا ابقى جاهز لما تتحسن الاجواء في دول المغرب العربي اقدر ان انا اربط حديديا. وطبعا الربط الحديدي ده خلينا نقول ان هو بيعظم مش بس التبادل التجاري لكن كمان الوحده السياسيه. النهارده الاتحاد الاوروبي لما قام الاول على مصالح تجاريه ما بين دول الاتحاد، وبعد كده قام كيان سياسي نتيجه طبعا ان في مصالح مشتركه. صحيح. وهي السياسه مصالح. فلما نتحدث عن هذا الخط اللي هو هيربط مواني السخنة بمواني الإسكندرية، وعندنا فكرة ميناء الإسكندرية الكبير اللي هيضم الدخيلة والماكس والميناء الإسكندرية، كل هذا الخط اللوجستي أقدر أن أنا أعظم الدور الاستراتيجي لقناة السويس. هو ليس بديلا لقناة السويس، لأن قناة السويس النهاردة ناقلة الحاويات اللي بتشيل آلاف الكونتينرز، مش هقدر أن أنا أنقل دوام بالقطر وأقول أن أنا هعمل ده بديل لي. استحالة. لكن أن أنا اقدر ان انا ادعم الدور دون، وفي نفس الوقت الخط اللوجستي ده بيمر بمناطق صناعيه، يعني هيمر بمثلا اكتوبر، هيمر بمدينه السادات، هيمر بالنوبريه، هيمر ببرج العرب. يبقى انا اقدر انقل من مواني السخنه او الاسكندريه مستلزمات التشغيل لهذه المناطق الصناعيه، واقدر انقلها للمناطق الصناعيه دي، فاقدر تكلفه النقل تكون اقل، وبالتالي يبقى انا بشغل المناطق الصناعيه، بحاول ان انا اعمل صناعات قيمه مضافه من خلال المناطق اللوجستية المنشأة في هذه المناطق. يعني مدينة السادات فيها منطقة لوجستية، السادس من أكتوبر فيها ميناء جاف جوه المنطقة الصناعية، فكل هذه الأمور مرتبطة بحركة نقل أستطيع. فلما نتحدث عن الخط اللوجستي اللي هو هيربط مواني السخنة بمواني الإسكندرية، ده له قيمة فنية واقتصادية قوية. وطبعا الدولة شغالة على القطار الكهربائي السريع، فبمجرد ما ينتهي الجزء اللي هو حتى مش لازم الخط كله، لو أنا انتهيت لحد اسكندرية وبكمل لسه لحد مطروح أقدر أن أنا أشغل الجزء ده وأدي الغرض منه. طبعا ده هيبقى بضائع وركاب، نقل بضائع بسرعة حوالي 120 كيلومتر في الساعة، والركاب هتبقى الإكسبريس بتاعها بسرعة 230، والريجونال أو اللي هو الإقليمي هيشتغل 160 كيلومتر في الساعة. ده خط. الخط الثاني اللي هو ربط ميناء الإسكندرية الكبير اللي قلنا ان هو هيضم الثلاث مواني بالميناء الجاف في اكتوبر. حلو. وده عن طريق ان انا بعمل خط حديدي اسمه بني سلامة اكتوبر، ده هيربط مع خط الاتحاد، وخط الاتحاد بجري تطويره وازدواجه علشان اوصل لميناء الإسكندرية، وبالتالي يبقى انا اقدر اطلع البضاعة من ميناء الإسكندرية بشكل سريع، احملها على القطر اوديها للميناء الجاف في اكتوبر. المينا الجاف في اكتوبر عنده طاقه استيعابيه عاليه، وده بشراكه مع القطاع الخاص. واحنا هنا بنقول برضو بالمناسبه ان احنا ما عندناش اي غضاضه ان يكون في شراكه ما بين الدوله والقطاع الخاص، طالما حقوق الدوله محفوظه والدوله لا تبيع مرافقها. يعني لما يدخل معايا القطاع الخاص هاند ان هاند بنسميها وين تو وين سيتويشن، هو يكسب والدوله تكسب. صح. هيشغل ناس، هينقل تكنولوجيا، هيدفع ضرائب، يبقى الكلام ده كله ليه مردود جيد. واختيار مناطق المواني الجافة والمناطق اللوجستية لها معايير علشان تخدم الكيانات اللي موجودة. فاحنا اتكلمنا دلوقتي عن محورين لوجستيين، نتكلم عن الثالث اللي هو هيبقى القاهرة الإسكندرية بدءا من محطة بشتيل اللي ان شاء الله قريبا ترى النور بإذن الله. وهيبقى في خط بقى من إيتاي البارود يروح لمدينة السادات لخدمة المنطقة الصناعية اللي في مدينة السادات. ويستطيع الخط اللوجستي اللي بيربط الميناء الجاف في اكتوبر اللي احنا لسه بنتكلم عنه دلوقتي ان انا اربطه مع الخط بتاع القاهره الاسكندريه اللوجستي، فاقدر ان انا انقل كمان للميناء الجاف في اكتوبر. يبقى عندنا طبعا شبكه مستمره. أنا هنا هستاذن هروح لفاصل، وعايز ارجع بعد الفاصل اكمل هذا التشبيك وهذا التفريع، وهيبقى في عندي كمان سؤال كده جاي على الهامش لو صح التعبير. استنونا لو سمحتوا بعد الفاصل مع دكتور حسن مهدي استاذ الطرق والنقل بهندسه عين شمس، بعد الفاصل فورا.
طيب خلوني يعني أجدد الترحيب بدكتور حسن مهدي، واحد من أهم خبرائنا بالمناسبة في المنطقة بالكامل، يعني مش بس أستاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس. طبعا احنا كلنا عندنا عارفين هندسة عين شمس هي أصعب هندسة في الدنيا، ده دايما احنا نقول كده. فأنا هرجع مرة لدكتور حسن، احنا وصلنا لحد النقطة بتاعة السادات إيتاي البارود وربط ده ب 6 أكتوبر وطريق مصر اسكندرية. إيه كمان؟ عندنا المحور اللوجستي العريش طابة، هو ده اللي انا كنت اسال عليه. العريش طبعا ميناء العريش طبعا ميناء حيوي جدا بالنسبه لمصر، وكمان يعتبر موقع استراتيجي هام على البحر المتوسط لما اربطه بميناء طابا في خليج العقبه مرورا بوسط سيناء. دي ضربه معلم لان دي سياسه واقتصاد وكله. انت كمان بالمناسبه كمان بتخدم مناطق صناعات ثقيله في سيناء بتنمي، لان اي محور او وسيله نقل هي شريان للحياه. فالنهارده لما يبقى في خط حديدي يبقى انا بنمي بيبقى في عندي حتى رفع للقيمه الماليه للارض اللي ما كانتش فيها وسائل مواصلات، بمجرد مرور خط سكه حديد او طريق او اي مشروع للنقل بيزود من القيمه الماليه للارض وبخلق مجتمعات صناعيه بالإضافة وزراعيه وعمرانيه. ودي نقطة مهمة جدا، لأن الإرهاب عدو العمران، لما يكون في عمران ويكون في ناس وفي توطين للصناعات توطين للبشر ومجتمعات عمرانية وزراعة وصناعة وكده، يبقى أنا بضمن إن المنطقة دي مش هيكون فيها إرهاب. فده ده 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 جزء برضه يعتبر بعد أمن قومي، بالإضافة إلى البعد التجاري والاستراتيجي، إن أنا بربط ميناء العريش بطابة على خليج العقبة، وده بيساعد في التبادل التجاري مع دول الجوار الإقليمي. أقدر كمان أعمل ما يسمى بالنقل متعدد الوسائط، يعني النقل ما بيني وما بين الأردن وما بين العراق، ممكن يبقى جزء من المنقولات أو البضائع تنقل بالبحر، جزء ينقل بالبر عن طريق شاحنات، جزء ينقل بالسكة الحديد، وبالتالي يبقى أنا بعمل منظومة نقل متعدد الوسائط. وهذا الأمر مدروس. خليني أقول لك أن الدولة من 2014 بتشتغل بوعي وبدراسات فنية مستفيضة، ما بنقولش تعالى نعمل طريق هنا ومش عارفين إيه فايدته، أو نعمل خط حديدي هنا ومش عارفين إيه الجدوى بتاعته، هل ده هينجح أو مش هينجح. ومشروعات النقل أستاذ يوسف بتخدم التنمية المستدامة للدولة، يعني النهاردة أنا بخدم كقطاع نقل، قطاع النقل قطاع خدمي، والدولة لا تهدف للربح من قطاع النقل، ولكن بدون قطاع النقل مش هتقدر تعمل تنمية مستدامة. أديك أمثلة، أنت بتعمل 32 مدينة على مستوى الجمهورية وعايز تنطلق من المساحة المحدودة اللي هي كانت 6% حوالين وادي النيل عشان تنتشر على مساحة جغرافية أكبر، خصوصا أن أنت بتزيد 2.5 مليون مولود في السنة، فكان عشان ده يتم لابد أنك تعمل بنية أساسية قوية. البنية الأساسية هي أساسها النقل، أعمل طرق، أعمل سكة حديد، أعمل وسائل نقل، أقدر أن أنا أعظم الاستفادة من المدن الجديدة. النهاردة لو قلنا لحد تعالى اسكن في مدينة جديدة هيقول لك هروح إزاي، ده أول سؤال، في خدمات ولا ما فيش، ده تاني سؤال، عشان يقدر أن هو يسيب مكانه ويروح يسكن في مدينة جديدة. نرجع تاني للمناطق اللوجستية، عندنا جرجوب السلوم. جرجوب دي منطقة فيها ميناء بحري على أحدث الأنظمة الملاحية اللي موجودة. منطقة جرجوب دي في منطقة النجيلة غرب مطروح بحوالي 60 كيلو. لما نعمل خط حديدي يربط جرجوب بسمل السلوم اللي وزارة النقل بتطوره وبتعمل له تحديث وازدواج حالياً، أقدر أن أنا أخذ البضائع من ميناء جرجوب على البحر المتوسط في منطقة النجيلة وانقلها للسلوم. وانا لسه كنت بحكي مع حضرتك ان احنا عندنا طموح ان احنا نربط مع دول المغرب العربي. يبقى انا اقدر الكلام ده وانقل من مينة جرجوبة وادي السلوم، وبعد كده لو في فرصة ان انا اربط مع ليبيا وغيرها من الدول المغرب العربي اقدر ان انا اعمل ده. مش ده وبس، ده انا كمان ميناء جرجوب وضعه الاستراتيجي هو يعني يعتبر منفذ للدول الافريقيه غير المتشاطئه. يعني انا اللي مع الدول الافريقيه اللي ملهاش اطلاله على وملهاش مواني بحريه اللي هي الدول الحبيسه، اقدر ان انا اصدر لها بضاياها او اوصل لها البضائع اللي جايه من بره عن طريق ميناء جرجوب. فده برضو محطوط بعد يعني عايز اقول فكري وهندسي، ان انا المينا دوم بالاضافه لان هو هيربط مع السلوم اللي هو المحور اللوجستي جرجوب السلوم، هيبقى عندي كمان فرصه ان انا اخدم الدول الحبيسه او الدول الافريقيه غير المتشابهه. وده اظن ممكن يخلق لي فرص جديده للصناعات المشتركه ما بيني وما بين كل هذه الدول. طبعا، لان زي ما قلت لحضرتك هي وحده المصلحه المشتركه،
لما يكون في مصالح مشتركه بيبقى في حتى وحده في الرؤى، ان انا مصلحتي مع حضرتك فليها عرضك في اي، يبقى احنا عندنا. وضربت مثال بالاتحاد الاوروبي، قلت انه قام على فكره ان يعني صح. مصالح تجاريه او الاول او اقتصاديه دي كلها. نتكلم برضو في الجنوب على محور اللي هو ابو طرطور، انا ابو طرطور سفاجه عشان اخد الفوسفات. المشروع اللي كانت عمل، ويعني يمكن في فتره من الفترات كان الخط الحديدي اتسرق وحصل مشاكل وكلنا عارفين. فالنهارده لما نحيي هذا المحور اقدر ان انا ابو طرطور انا، واحنا عندنا القطار السريع الخط الاحمر اللي هو سفاجه الغردقه انا، وانا عندي في سفاجه منطقه لوجستيه، وبالامس القريب كان في توقيع بروتوكول مع شركه مواني ابو ظبي لاداره المحطه متعدده الاغراض في ميناء سفاجه. يبقى انا اقدر ان انا اخد الفوسفات، خام الفوسفات من ابو طرطور واوصله لسفاجه بالخط. خلي بالك النقل بالسكه الحديد اقتصادياته اعلى، لان انت اولا بتحافظ على شبكه الطرق، لان احنا عندنا مشكله الطرق بتبوظ نتيجه ان الحمولات الزياده بتخلي الطريق بدل ما بيعيش العمر الافتراضي بتاعه بيقل. فلما ننقل بالسكه الحديد هيبقى التكلفه اقل، اكثر اقتصادا، هيبقى الامان اعلى، لان التريلا اللي ماشيه شايله ضعف حملها لو عملت حادثه بيبقى الوفيات والجرحى والتلفيات اكتر. فانا ما بقولش ان انا بلغي دور النقل البري، لكن لما دخل شريك للنقل البري، وعشان ابسطها للمواطن او المشاهد الكريم، لما كان عندنا شركه اتصالات واحده غير لما يبقى اربعه، صح، غير لما يبقوا خمسة، فأنا بخفف الضغط، كل واحد بيقدم عروض ويتنافس والمواطن مستفيد طبعا. أنت بتقدم أوفر وده بيقدم أوفر، وبالتالي أنا بشوف إيه المناسب ليه. ولما هننقل بضائع هنرجع اللي كان موجود في الخمسينات والستينات اللي هي دور النقل من الباب للباب. يعني إيه؟ يعني حضرتك كصاحب مصنع مش مطلوب منك أنك تجيب البضاعة بتاعتك لحد الحوش بتاع السكة الحديد وبعدين أنقلها لك وترجع تاخدها تاني. لو ده حصل هتقول طب أنا أعمل كده ليه؟ ما نجيب عربية نقل تنقلها من الباب للباب على طول. فالسكة الحديد هتوفر خدمات من النقل من الباب للباب من خلال مرفق السكة الحديد نفسه بشراكة مع القطاع الخاص برضه، بحيث ان حضرتك بتعمل، وطبعا هيكون في تأمين على البضاعة المنقولة طبعاً. والكلام ده كله علشان حضرتك يبقى في مصداقية طبعا، عشان انت كصاحب منقولات او بضائع يبقى في مصداقية ما بينك وما بين السكة الحديد، وبالتالي يبقى المردود ان انا اعيد الثقة بين المرفق وبين المواطن. دكتور يعني انا ببقى مبسوط جدا لما بسمع شرح حضرتك، ومتشرف جدا ان نورتنا النهارده مع اننا مأخرينك ومسهرينك معانا. انا سعيد ان انا شفت حضرتك. لا والله العظيم اكتر، انا اكتر، واتمنى فعلا ان احنا نشوف حضرتك قريب جدا تعالى. تاني نتكلم بشكل اكثر استفاضه عن محور يعني، ممكن ناخد حلقه ناخد على حاجه حلقة محور معين نتكلم عنه بالتفصيل. انا شاكر لك، انا بشكرك جدا يا دكتور حسن، كل الشكر لحضرتك، كل محبتي وتقديري واحترامي لدكتور حسن مهدي استاذ الطرق والنقل بهندسه عين شمس. الكلام اللي شرحه دكتور حسن لحضراتكم بمنتهى التركيز واختصار غير مخل بالمعنى كده زي ما نقول في اللغة العربية، بيوصل لك بس النتيجة. الاستثمارات اللي اتعملت في البنية التحتية المتعلقة بمنظومات النقل والطرق والكباري اللي في مصر، وهذه المحاور اللوجستية والمحاور غير اللوجستية، هي كانت من أهم العوامل والأعمدة الرئيسية لجذب الاستثمار في مصر وتوسيع القاعدة الاقتصادية المصرية. أتمنى نكون كلنا استوعبنا ده. خلصت الحلقة لحد كده للأسف الشديد، لكن الكلام طبعا ما خلصش، لأنه كريم رمزي داخل حالا دلوقتي برنامجه رقم 10. إحنا لو كلنا العمر إن شاء الله نقابلكم في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.